موال جديد فرحان فرح سعيد كل يوم بموال جديد دوم بيسرح وبيحلم حتى حواله تتقدم دوم بيسرح وبيحلم حتى حواله تتقدم بس حظه مقصر وبعيد استاذ وصاحب دكان قلبك طيب يا فرحان استاذ وصاحب دكان قلبك طيب يا فرحان بالعيش بالك مشغول يا خوف يصيبك بعده صابر على هالحال وحكاية بيته بتنقال بعده صابر على هالحال وحكاية بيته بتنقال بنت تفكر بالتجديد والشاب بيرفع حديد بنت تفكر بالتجديد والشاب بيرفع حديد وصغير بيضرب موال هي هي حكاية فرحان فرحان وعايش حلمان هي هي حكاية فرحان فرحان وعايش حلمان خلونا بهالليل نشوف شو هي حكاية فرحان شو هي حكاية فرحان خلونا بهالليل نشوف شو هي حكاية فرحان شو هي يا ابو فرح نام والصباح رباح وفيش مشكلة الا بتنحل يا اخوينا تصبح على خير وانت من اهله فرحان شو يا فرحان بشوفك مش عارف تفكر سيدي حس حالي مشتت لملم نفسك واسمعني مليح سيدي سمعت لك من قبل مرة سيدي سمعت لك من قبل وخسرت جرب هذه المرة أنا جاي أساعدك أخدمك أحافظ لك على قرشينك في البنك حتى ما يروحوا منك إيش بدك إياني أعمل مثل ما غيرك كثير من الناس بيعمل اتهرب من الضريبة اتهرب من الضريبة؟ فرطت سيدي طيب فهمين بس كيف سيدي؟ المسألة بسيطة روح بكرة لموظف الضريبة ببدلة قديمة وما تحلق لحيتك وقدم التماس وقعد شكيله وطول ما انت قاعد دخن منه سجاير بحجة انه ما في معك حق علبة سجاير بيقوم هو يعطيك علبة سجايره وبيخفف من الضريبة واذا كسرت قلبه بجوز يعفيك يعفيني سيدي كيف بدي يعفيني سيدي وانا اعترفت له بتمي سيدي ان دخل الدكان منيح اطعن في اقوالك وكذب حالك سيدي أطعن في أقوالي وأكذب حالي أنا سيدي فرحان فرح سعيد
أكذب حالي وأطعن في أقوالي سيدي خسرت. ثقلتك أمك سيدي، كيف أطعن في أقوالي؟ اغرب عن وشي أطلع من هون لعنة الله عليك. اسمعني بس، أنا قصدي لا بسمعك سيدي ولا بدي أسمع قصدك. أطلع من بيتي، أطلع من هون بقلك. أعطيتك فرطة سيدي أنت. السيدي أنا أكذب حالي سيدي وأبهدل حالي مشان إيه سيدي؟ مشان أوفر قرشين. كل هالحكي الكذب والدنيا والبهدلة مشان أوفر قرشين سيدي. أي كل مصاري الدنيا ما بسوش كرامته للواحد. كرامتك يا فرحان، أنا بدي أروح على الضريبة، بدي أروح على الضريبة وأدخل على موظف وأحكي له أوقف سيدي مثل النمر. سيدي مثل النمر بدي أوقف له، واللي بده يصير يصير. أيوه حضرتك مين؟ أس مش عرفني؟ بدك ما تأخذني، أنا هاي أول مرة بشوف حضرتك فيها. أول مرة ها؟ أنا فرحان. ليش لا؟ افرح وكيف. أنا فرحان يعني بقلك إنه أنا فرحان، يعني اسمي فرحان، فرحان الأستاذ فرحان، فرحان فرح سعيد. ولا إيش شغلتك هنا بس قاعد بتتمضحك على الناس؟ لا 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 لا، بدك ما تأخذني يا أستاذ فرحان. اتفضل اتفضل استريح. بتحب أجيب لك قهوة ولا شاي؟ ولا قهوة ولا شاي ولا حكي فرض، أنا بس بدي أفهم شغلة واحدة. أها شو هي؟ تفضل. ليش حضرة جنابك تيجي لعندي على الدكانة تتلصلص وتتعرف على الأخبار؟ ليش ما بتناديني لهون أحكي وأتفهم أنا وياك في الموضوع؟ يا أخ فرحان إحنا متأسفين. متأسفين سيد؟ متأسفين؟ شو هالمتأسفين الفارطة هذه؟ وين بدي أصرفها متأسفين الفارطة هذه؟ اسمع، أنا بجوز هالمرة بس أسامح، لكن غيرها أنا ما بسامحش ولا بسمح لواحد منكم أبداً تاني مرة يطلع عندي على الدكان. خلص خلص يا أستاذ فرحان، اعتبرنا إحنا متأسفين وبكرر لك أسفي أنا، ومش ممكن أودي مرة ثانية أي موظف عندك على الدكان. بدي أعرف شو اللي بدكم إياه مني؟ ليش لحقيني؟ سمعتوا انه في عندي دينارين في البنك جايين تطيروا لي اياهم؟ ابدا ابدا يا استاذ فرحان، احنا متاسفين متاسفين جدا. اسفكم غير مقبول. معلش ولا يهمك، حقك علينا، احنا المخطئين. واعتبر نفسك يا استاذ فرحان معفى من الضريبه. هذا الحكي الصحيح اللي مش فرط هيك، ما بتيجي غير في العين الحمراء، في العين الحمراء، ما بتيجي غير في العين الحمراء والحكي المش فرط هذا. اه يا سيد الله، اه والله ما اعطيتك فرط يا سيد، انا ما عملش الحكي الفاضي هذا. اعمل ايه؟ اه على الله ينزل هذا بالفاش. انا بقول لك هيك قوم سلامتك، قوم ابو فرح. يا ابو فرح شو اسوي لك سيدي؟ بجوش غير في العين الحمراء. صباح الخير، مالك؟ أحلام أحلام مزعجة وكوابيس. مش عارف يا لبيب، مش عارف، كل ليلة بنام تجيني أحلام وكوابيس. ضربت الدخل هذا سيد، ضربت هم على القلب. لا هم ولا شيء، أسوي لك شاي. أسوي لي الشاي سيدي، رقي ناشي ناشي. يا ورد يا فرح قوم.
يما يا فرح جو. المخلق المنطق يا منومة أبوه. قومي يما يا فرح. ايه سيدي مش قبل فيه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نوم العذارة سيدي. حلو حلو. ايش ما اعطيناك غرفة تنام فيها سيدي، لساتك زي أول ما اجيت بالطب وبتنام؟ راسك سيدي خف. راسلي يتحدى تنين. سيدي يا ريتك بتواجه وبتهاجم ضروسك بنفس هذا العنف. على كل حال المي الباردة بتفيد الرياضيين. شو يا ابو فرح بدك تروح على الضريبة اليوم؟ سيدي بدي اروح، بس ايش حاس كأنه مثل حمل الملح على الظهر سيدي، بس مجبور اروح. اي روح ونفك من هالشغله كلها. شو بالالباب كل الليل وانا حلمان وانا بتقتلك انا وتبعين الضريبه، بعدين شو ما خليتهم يحكوا ولا كلمه. ها الحلم. روح روح وما تخليهاش زي الهم على القلب. ادعي لي بس سيدي، ادعي لي انه ما تصيبنيش جلطه وانا هناك عندهم. روح الله معك يا فرحان، ينصرك على عدوينك بجاه كل من إله جاه عند الله. ليش وأبوي رايح يحارب؟ فرحان بروسلي يواجه ويتحدى ضربته بتخل. ها! مش عارف شو بدي أخذ له هذا السنة الموظف سيدي موظف الضريبة، شو أخذ له سيدي شو أخذ له؟ أخذ لي دفتر حسابات الدكانة، أما هو إذا بحط محاسب سيدي كل دخل الدخان بروح لإيش؟ يمكن بارت تايم لمحاسب. فرحان ليش ما تأخذ لك علبة راحة مع بسكوت هيك مزبطة هيك، ولا هيك 2 كيلو حامض حلو، ولا بزر من نوع الكويس هذا اللي مش معفن. روح بكرة سوي لنا مشكلة، قولوا رشوة ما رشوة إشي الواحد لا بديرش. لا لا دشك يا فرحان دش فش سيدي إلا أخذ له دفتر الديون هذا وأفرجيه أقول له خوت سيدي ها تعريفة إرش إرش تعريفة تعريفة إرش تعريفة، هذا مش دافع من 3 أشهر، هذا مش دافع من 4 أشهر، شوف سيدي وكله شوف حساب أبو الوليد كم. الله يظلمك أبو الوليد سيدي مثل ما ظلمتني هيك، شو جاء عبالي سيدي. الله يظلمك يا أبو الوليد. ايه شو مالك يا ابو فرح؟ ليش فاتح الدكان هيك نص فتحه؟ افتحها منيح يا زلم. يا حبيبي افتح الدكان كويس، بلكي بده يجي الشاب اليوم اللي بده يشتري الدكان، افتحها. شفت سيدي برش على الموت سكر. شو مالك بتهمهم يا رجال شو مالك؟ ايه يا حبيبي احكي احكي، شو مالك ساكت كأني قاتل بقرتك الحلابة؟ ايه يا حبيبي احكي احكي، قول اي شيء يا حبيبي قول احكي. اسمع هيني بدي اعمل زيك وبدي اشوف شو بده يصير. اي لا لا ما بصير يا حبيبي يا ابو فرح، احكي يا حبيبي لخمتني احكي. شو اللي بدي احكي يا سيدي؟ شو اللي بدي اقوله؟ اسمع قول اي اشي، سبني احسن من هالسكوت القاتل هذا، سبني. قاتل منيح، ذكرتني فكرة القتل هذا منيحة سيدي، جايبهم مبارح. تفضل سيدي كلهم الك، هذول كلهم كلهم. ايه سلامة عقلاتك، هذا سم فران، شو ناوي تموتني انت؟ سيدي بدأ موتك سيدي زي الفيران اللي في دكاني، ليش مع موتك سيدي؟ شو فايدتك سيدي؟ يعني واحد زيك سيدي ببعث لي واحد قال يشتري الدكانة وبتقول لي عنه جاي من الخليج ومقرش وبطلع لي من ضريبة الدخل، شو بدي أسوي؟ إيه مش فاهم عليك، احكي يا حبيبي شو مش فاهم؟ شوف
فاهم سيدي، عمرك لفهمت. مش انت قلت لي مبارح مرقت علي قلت لي في واحد شاب ومزبط وجاي من الخليج ومع قرشين مزبطات وبجوز يجي يشتري الدكانة؟ يا سيدي أما وقعة وبتضحك؟ فعلا فعلا يا حبيبي يا فرحان، هاي ورطة ورطة؟ بلية هذه سيدي، سيدي بلية منك هذه. أي ما هو يا أبو فرح يا حبيبي، شر البلية ما يضحك. طبعا سيدي، لأن البلية مش بليتك. المهم هسا شو ناوي تساوي؟ شو بدي أساوي سيدي؟ أنا عارف شو بدي أساوي. بدي أروح للرجال بعد ما كذبنا وحكينا فاضي سيدي، والله سيدي يعني فكرناك بدك تشتري كذا كذا وماذا وهيك شيء، ونحاول نستعطفه سيدي ونفرجيه دفتر الديون سيدي اللي حضرتك سيدي أبو الوليد والقضيتك الفارطة حضرتك في دفتر الديون ماخذ الدور الرئيسي. لا 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 لا، أنا مش معاك في هيك يا أبو فرح. انت لازم تحكي الصحيح، انت استاذ يا زلمي، انت استاذ، ما هي الضريبه واجب وطني. هذا ابو الوليد اللي بحكيها يا حبيبي يا عيوني يا روحي. اذا انت ما دفعت الضريبه وانا لم ادفع الضريبه، كيف ستدفع الحكومه المعاشات؟ كيف ستصلح الحكومه الطرقات؟ كيف ستؤمن حياتنا؟ أنا مش سامع مظبوط، هذا صاير مصلح اجتماعي. أبو الوليد اللي أنا بعرفه بحكي هيك حكي؟ أنت صدقت اللي حكيته؟ لا 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 يا أبو فرح، اسمع رد على نصيحتي هاي اللي بحكي لك اياها. بتنفذي بجلدك. اولا بتروح اواعيك ممزعه، وبتروح مساوي حالك مسكين، وبتصير تدخن من سجايره، وبعدين بتروح مش حالك دقنك، وهيك يا حبيبي اكيد يعني او بالجوز يعني يخفف عنك أو يعفوك من الضريبة. روح بكرة لموظف الضريبة ببدل قديمي تافهة وما تحلق لحتك، وقدم التماس ودخن من سجايره بحجة إنه ما معك علبة سجاير. شوف رجعنا للصفنة. سلامتك يا أبو فرح. ليش صفنان؟ سلامتك. سيدي الحكي اللي حكيته، الحكي اللي حكيته ذكرني سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يكفينا شرك يا أبو الوليد. ذكرني سيدي حكيك هذا بكلام إشي سمعته في حلم جدا سيدي مزعج. روح سيدي، شو اللي بده يصير يصير. انا بدي اروح اشوف ضريبه الدخل سيدي، موظف ضريبه الدخل، واحكي له اللي بدي احكي له اياه سيدي. فرطه القضيه، اللي بده يصير يصير، قضيه وفرطه. ايوه يا اخ فرحان، ان شاء الله الشغل بعده كويس. سيدي الله سامحك، ما انت خميتني هيك. انا خميتك؟ أنا لا خميتك ولا إيش، أنت ظليتك تجر لحالك. تعرف يا أخ فرحان، لو كل المكلفين مثلك كان ما تغلبنا ولا مع واحد. سيدي بس يعني إيش بدي أقوله، أنا مبارح
قالوا لي واحد بده يجي يشتري الدكانة، فكرته أنت، صرت أبهرج له هيك في المرابح والشغلات وهذه، وأنت فاهم يعني القضية. أها، يعني يا أخ فرحان، يا بتغشني يا بتغش المشتري. الكلام الصحيح ما في منه. معك حق سيدي، الإنسان بخطي لا حول ولا، بس أنت عارف هذه الدكانة أم محروس سيدي أرملة، وعندها الأولاد بعيشوا من هالقرشين اللي بيجوا، وأنا سيدي والعيلة وفوقهم سيدي، وما بكفيش بحط معاشي اللي أنت عارفه قديش هو. طيب 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 يا حبيبي، ولا يهمك، خلينا نبلش بالشغل. إحنا مش جاهلين، إحنا بنعرف الناس شو بتبيع وشو بتشتري وشو بتربح وشو بتخسر. ولا تنسى أنه في مثل دكانتك آلاف الدكاكين موجودة، ولو أنك كذبت علينا بالزايد ولا بالناقص ما راح تغشنا. بارك الله فيك سيدي، يعني إيش اللي بدي أقول لك يا سيدي، أنت عارف يعني إحنا جماعة مساكين على البركة و... دشرك من المسكنة، المسكنة هاي ما بتنفع حدا. إذا إحنا بنحكي الصحيح وبنحكي بشكل كويس بصراحة، أكيد ما بنحط من قيمة بعض. خلتني أخجل من نفسي سيدي. يا سيدي لا تخجل من نفسك ولا إشي، على كل أن أنا هلا راح أجيب الإضبارة وتشوف شو في عليك. طيب سيدي بالسلامة إن شاء الله. الله يستر يا رب، يستر يا رب من الإضبارة هذه. ليش هيك خايف أنا؟ شد حالك يا فرحان، شو مالك هيك وقف زي المجرم كأنك عامل لك عملة؟ شو عامل؟ مش عامل إشي سيدي أنا. شد حالك هيك وقف على رجولتك، وقف لي مثل الولد اللي سارق حصرهم. أيوه هيك. شو بدهم؟ بدهم ياخذوا 1000 دينار ياخذوهم. شو ياخذوهم سيدي؟ ما هم اذا اخذوهم نرجع الحديده. ايوه يا اخ فرحان، هو امتى مات عبد الحلواني؟ سيدي من سنه. اذا بسيطه، ما في عليه غير ضريبه السنه. يعني الدافع هو كل شيء من قبل؟ ايوه 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 دافع. واحنا بنعرفك انك انت زلمه مسكين وعلى البركه، وفي عندك حملك اللي يلا تقدر تقوم فيه. اسمع، راح اعطيك الاخباره هاي، وبدك تعبي لي الطلب اللي داخلها بصدق وبامانه وباخلاص، واكيد كل الضريبه اللي راح تطلع عليك ما راح تطلع عليك اكثر من 50 دينار. بس 50 دينار؟ ليش جاي على بالك تدفع اكثر؟ لا 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 الله يسامحك، هذا سيدي هذا مزحه بالمزح. سيدي بدي أسأل سؤال أنا بس قبل ما أروح أعبيها، يعني بدي أسألك شغلة هالضريبة سيدي، مزعج الجميع سيدي، مقلع عيشتهم، في ناس بعرفوش ينام لما تجيهم شغلة ضريبة، إيه هالضريبة هذه سيدي؟ ضرورية؟ طبعاً ضرورية، وإذا بتسأل مرة ثانية هيك سؤال برجع وبحاسبك على الكلام اللي قلته في الدكانة. لا سيدي، إذا القضية هيك لساني وهم مهم. أنا بدي ابني يا مهندس يا دكتور. حلو، وسيدي ليش ما تطلعيه كمان عالم زرة؟ لا يا أخوي، شغلة العالم هذه بتوجع الراس، وأنا بخاف عليه راسه يطق. حق معك سيدي، هو صغير بطق من حي الله أشي. طيب شو بدي أسوي لك؟ شو نطلع لك يا؟ نخليه يدرس تجارة سيدي، بس يدرس يجي على الدكان يسلمها، لأنه أنا بدي أسوي الدكانة هاي زي البقية، أسويها سوبر ماركت. يا بي أبو فرح، يعني إحنا نتعب على الولد ونشقى عليه ونعلمه ونكبره مشان تقاعد لي إياه بالآخر بدكاني؟ الله ما أنا عارف سيدي شو، طلعي طيار. بدك إياه يظل طول عمره برا البلاد؟
حيرتيني سيدي أم الأفراح، هذا قضيته فارطة، شو بدك أصلاً شو بدك تسوي فيها النابغة هذا؟ أنا بدي ابني يطلع مهندس مشان يبني لنا عمارة. حلم حلم سيدي، أطلع مهندس هيك برا، أصير أمشي أنا وياه في الشارع هيك وأركب سيارته وأصير أقول للناس هنالك يسير فرحان أبو المهندس، ويصير إن هالجرات يرمي بناتهن رامي علي مشان أجوزهن لمهندس. شو حلو سيدي شو حلو، بصير أنا أناديكي يا أم المهندس وأنا أقول لك يا فرحان يا أبو المهندس. سيدي شو حلو حلو. نتائج التوجيه، نتائج التوجيه. ايش يا فرح ناجح؟ قولي وما قول نجحت؟ انا شو ها؟ بين سيدي ان كلية الهندسة مش راح تكون محظوظة وتستقبل فرح هالسنة، مجبورة تستنى لها شوي. يلا الله يكون بعونهم. هي هي حكاية فرحان فرحان وعايش حلمة، هي هي حكاية فرحان فرحان وعايش حلمة، موعدنا معكم لنشوف شو مخبي لكم فرحان. فرحان فرح سعيد كل يوم بموال جديد، فرحان فرح سعيد كل يوم بموال جديد، دوم بيسرح وبيحلم حتى حواله تتقدم، دوم بيسرح وبيحلم حتى حواله تتقدم، بس حظه مكسر وبعيد. أستاذ وصاحب دكان قلبك طيب يا فرحان، أستاذ وصاحب دكان قلبك طيب يا فرحان، بالعيش بالك مشغول يا خوف يصيبك الجنان. بعده صابر على هالحال وحكاية بيته بتنقال، بعده صابر على هالحال وحكاية بيته بتنقال، بنت تفكر بالتجديد والشاب بيرفع حديد، بنت تفكر بالتجديد والشاب بيرفع حديد، وصغير بيضرب موال. هي هي حكاية فرحان فرحان وعايش حلمان، هي هي حكاية فرحان فرحان وعايش حلمان، موعدنا معكم لنشوف شو مخبي لكم فرحان، شو مخبي لكم فرحان، موعدنا معكم لنشوف شو مخبي لكم فرحان، 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 شو مخبي